نعمان شعري عملت بوليميك خايبه في الفتره الاخرى. علاش نقول خايبه؟ خاطر انا نعرفك والفنانين الكل يعرفوك يحبوك، ولكن الكلام اللي تقال عليك ينجم يقلق برشا. وانت حكيت في موزايك واعترفت به، غنيت مع فنان اسرائيلي، عملت ديوتو. نعمان، معناتها شنو اللي صار باش انت تاخذ خطوه كيما هذه؟ ساعة ميرسي، عايشك على الفرصة اللي مرحبا بك باش نتكلم. هو صارت بوليميك كبيرة، مش معناتها السلبية صارت في تونس، خاطر البرة من تونس حتى بلدان العربية كانت بوليميك باهية. معناها أول حاجة هذا مشروع، أنا عندي مشروع قديم عنده تقريبا عام ونص، حبيت نعمل أوبيرات، وأنا عندي برشا تجارب في الأوبيرات على السلام، كيف سوا معناها سورتو مع الفرقاء في ليبيا وفي تونس وبرش. دونك حبيت نعمل تسامح بين الاديان. وقت اللي تحكي على الاديان راح نحكي على الديانه اليهوديه، مانيش نحكيو على اسرائيل. اسرائيل راهو ديان مغتصب، معناتها راهو فما فرق، راهو ما عندناش عداء مع الاديان، بالعكس معناتها في جربه خواتنا ومش يجوا موجودين حتى حاملين توانسه للديانه اليهوديه، واحنا ما عندناش. لا لا لا، مش تونس عندهم جنسيه اسرائيليه؟ لا لا، احنا وقت اللي ندخلوا، لا لحظه برك، شو احنا نفرقوا بين الديانه اليهوديه وبين انك تكون اسرائيلي صهيوني مغتصب لارض. احنا مشكلتنا، هاني قلت لك، انا احنا مشكلتنا مع هذوكم مش مع الديانه. مانيش باش نعلق على العمل، خاطر ما شفتوش وما يهمنيش اني نشوفه. القضيه الفلسطينيه ذولي كي تتجبد خطوط حمراء تتحط تحتها بالنسبه للتوانسه، ضد واضح ما نقولوش دوله اسرائيل، نقولوا كيان صهيوني مغتصب، نقولوا دوله مستعمله، دوله مستعمره، دوله واحده اخرى فكت لها اراضيها، تقتل في صغارها. ديزيماج راسخين في ضمير كل عربي وكل الامه كامله وكل تونسي، من محمد الدره الى مجازر. يعني انا نحب نقول لك حاجه نعمان. اكيد دابور ان شاء الله ربي يرحمك، انت عشت ظروف صعيبه واحنا فنانين الكل نتعاملوا معك ديما. انا الحقيقه اليوم مصدومه خاطر ما نعرفش الكوتي هذا فيك. انت تعرف لي انا جاني ان بروجي اون 2002، امني وراس ولدي نورت عيني، فيه 2 مليون دورو، اي جي ريفوزي. علاش علاش صدقني 2 مليون دورو مسيو، 2 مليون دورو. علاش؟ خاطر فيلم باش نكون فيه انا برومي رول ومعايا مطربه اخرى اسرائيليه صهيونيه، وباش يتصور الفيلم هذا شطرو في فرنسا وشطرو في اسرائيل، وانا رفضت على خاطر فما حاجات ما نجموش نقبلوها. يا نعمان، راك تو غاشي اون كارييغ، راك تهبل، راك موزيكتك، راك غنياتك، راك انا ما حرام حتى تروح. انا سمعت الاغنيه، انا راه تصوير هكا ما نسمعهاش، سمعت الاغنيه ما نسمعش. ما امورك عاد، لا لا ما نسمعش على حاجه انت ما تعرفش الكونتوني نتاعك. لا 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 ما نسمعش، ما نسمعش نتاع انك تغني مع اسرائيل وصوتي تري بالعبري. بالعبري التلفزه التونسيه ولا تفيها اللغه العبريه يا ناس يا مسلمين يا عيال تلفزه. انا نحب نقول حاجه باش نغزل الموضوع من اكس واحد اخر. نعمان، انا تعرف كيف ريتو الموضوع؟ ريتو انه كي انسان يتعدالك على امك وعلى اختك، اسكو لو لوندما تمشي تقعد وهو قاعد يتعدى عليهم، مش هو تعدى عليهم اسكو تحطه قدامك وتتعشى معاه وتسربيه وي او نو؟ لا، هذا اللي عملته انت. لا، انت عملت حاجه كارثيه، وانا اليوم البلاصه هذه تمد من تونسي ضد شعب كامل تونسي. نجم نتكلم، هذه فضيحه يا نعمان تتسمى، سامحني. انت قلت يا نوفل، علاش مش انا قلت 11 مليون تونسي يقولوا بالنسبه للتوانسه اللي يقولوا عليك انت خائن؟ شنو جاوبه؟ مغزل، خذيت برشا فلوس. ماشي، ما خذيت حتى فرنك. نعم، حتى فرنك فرش. اما التوانسه اللي يعتبروك خاين، جاوبهم. لا، انا بقول انا مانيش خاين وما قلتش القضيه الفلسطينيه. لأن انت غنيت مع اسرائيل. لا حول ولا قوه. تو خليني نتكلم يا نوف. باهي تفضل. تو تكلم، انا نتكلم وانت تقص. تو قلت لي اعطي مساج، انا باش نعطي مساج. انا لخونت القضيه الفلسطينيه. ملايين التوانسه جاو ضدك، واكيد الفيسبوك يجيك سبان وبرتو. حاجه مخوفتك شوي. بالطبيعه، لا ما تخوفنيش. احسن حاجه تستغلها في الباساج هذا انك تغزر الكاميرا وتطلب السماح من التوانسه، لانك غنيت مع اسرائيلي ما تعتذر. وكل الفنانين التوانسه يقاطعوك اليوم، ما عادش يحبوا يخدموا معك. امور هم احرار. حبيت في يوم من الايام ليك اعتذر. اعتذر لانك غنيت مع اسرائيل. لا، ما نعتذرش، لانك غنيت مع، انا غنيت مع يهودي عراقي جنسيته اسرائيلي. جنسيته اسرائيليه، كنت نجم نغني مع فلسطيني
جنسيته إسرائيلية. كيف سلام نفهم ردة الفعل نتاع الشعب التونسي وحتى الشعوب العربية اللي ضد الرأي نتاعي، وهذا نحترمه، راني مانيش باش نقول اللي سبوني ولا مش رجع عليهم، ما رجعش عليهم ابريتو وبارك الله فيهم اللي هما اصحاب قضيه، وانا زاد مانيش ضد القضيه الفلسطينيه، انا مع القضيه الفلسطينيه. اني حاولت مجرد اني فكرت اني ندخل للكوتي هذيا من باب اخر شوكون، يمكن برشا عباد صحيح صاريب، لكن يمكن ثم برشا عباد حبوا يعملوه خافوا، انا جتني شجاعه اني نعملها.